السلام عليكم اليوم راح نكمل مراجعة فصل رياضيات الصف الثاني الابتدائي واللي هو مراجعة فصل الضرب الفصل العاشر الأخير مراجعة الفصل مفهوم الضرب انطني من انطاني مثال اكتب العدد انطاني مثال حل راح نجي نتحول على التدريب مباشرة يقول اكتب العدد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هنا يقول هنا كم مجموعة أكو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عندي خمس مجاميع عندي خمس مجاميع كم لعبة أكو نحسبها اثنين أربعة ستة ثمانية عشر عندي عشر لعبة لعبات العفو راح أقول هنا اثنين يعني أجمع هذول اثنين زائد اثنين زائد اثنين زائد اثنين زائد اثنين. اثنين زائد اثنين اثنين زائد اثنين أربعة زائد اثنين ستة زائد اثنين ثمانية زائد اثنين عشرة جدول الظاء أقول اثنين أنزل اثنين وحدة، وأحسب هنا كم اثنين؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، اثنين في خمسة يساوي عشرة. عندي هنا خاصية الإبدال، منطيني مثال أربعة في خمسة تساوي خمسة في أربعة، وثلاثة في اثنين تساوي اثنين في ثلاثة، أربعة في اثنين تساوي اثنين في أربعة. واحد في ثلاثة تساوي ثلاثة في واحد خمسة في اثنين تساوي اثنين في خمسة وثلاثة في خمسة تساوي خمسة في ثلاثة هاي صفحة مية وثمانية راح نكمل هنا المثال عد القفزي للمثال كاتب الضرب حتى خمسة في خمسة استعمل عد القفزي على الخط الثاني هنا راح نتحول الحل نكتب خمسة في واحد نأخذ جدول خمسة، خمسة في واحد خمسة، خمسة في اثنين عشرة، خمسة في ثلاثة خمسة عشر، خمسة في أربعة عشرين، خمسة في خمسة خمسة وعشرين، بعو رأساً حلينا. يعني محسبنا واحد، خمسة، عشرة، خمسة عشرين، خمسة وعشرين. طي مثال كاتب من مثال وحله أنماط الضرب والجمل المفتوحة، أكتب الأعداد المفقودة ثم أصف النمط، كاتب خمسة في. يساوي خمسة ثلاثة في خمسة يساوي خمسة ثلاثة في, هناش كاتب. 3 في 3 9. هنا كاتب؟ ثلاثة في ثلاثة تساوي تسعة، هناية في اثنين، ثلاثة في اثنين تساوي ستة، هنا بقى شنو؟ ثلاثة في أربعة يساوي اثناش بمقدار ثلاثة ثلاثة، زيا- يزداد بمقدار ثلاثة. ثلاثة في خمسة يساوي خمسة، عشر ثلاثة في أربعة يساوي عشر ثلاثة في ثلاثة يساوي تسعة، ثلاثة في اثنين يساوي ستة، هاي كملت مراجعة الفصلية صفحة مية وثمانية وسبعين وصفحة مية وتسعة وسبعين، نكتبها بالدفاتر ونحاول نرجع نعيد كتابة جدول الضرب الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة بالدفاتر مرة وحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.